بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 161. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. مضى معنا في الحلقة الماضية بيان أوجه المحرمات وأنواعها في البناء على القبور، وفصل المؤلف في ذلك، وقفنا معه عند قوله هنا رحمه الله: وقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم مسدودة لا يدخل إليها إلى حدود 104. فقيل إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في ذلك مناما فنقبت لذلك، وقيل إن النصارى لما استولوا على هذه النواحي نقبوا ذلك، ثم ترك ذلك مسجدا بعد الفتوح المتأخرة. وكان أهل الفضل من شيوخنا لا يصلون في مجموع تلك البنية وينهون أصحابهم عن الصلاة فيها اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقاء لمعصيته كما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن الشيخ رحمه الله ذكر أن قبور الأنبياء غير معروفة، لا يعرف منها شيء على وجه التحديد إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن مما يظن معرفة قبر الخليل إبراهيم عليه السلام، وأنه في أرض الشام في فلسطين في مغارة يسمونها مغارة إبراهيم، وأنه دفن فيها، فكانت هذه المغارة مسدودة لا يصل إليها أحد صيانة للتوحيد ومنعا للغلو. ولكن حدث أن امرأة من النساء التي لهن صلة ببعض الولاة رأت في المنام رؤيا في هذا المكان، فنقب القبر أي فتح هذا البناء من أجل هذه الرؤيا، فكان ذلك سببا في زيارة هذا المكان والتبرك به والصلاة عنده. وهذا لم يحدث إلا بعد 104، بعد مضي القرون المفضلة، واعتمادا على رؤيا، ورؤيا من امرأة، وها أمور العقيدة لا يجوز العمل فيها بالرؤيا أو حتى بالأحاديث الضعيفة، فكيف بالرؤيا المنام التي غالبها من الشيطان. ولكن عادة المخرفين أنهم يبنون عقيدتهم إما على رؤيا، وإما على حكاية مكذوبة، وإما على حديث ضعيف أو موضوع ليس عندهم برهان ولا حجة إلا هذه الأمور، فهم بنوا على هذه الرؤيا فنقبوا هذا البناء، وكان هذا سببا في الفتنة. والقول الثاني أن النصارى لما استولوا بعد الحروب الصليبية استولوا على بيت المقدس نقبوا هذا الجدار، فكان هذا من فعل النصارى، وهذا أشد في أننا لا نتبعهم، فلهذا كان أهل العلم يمنعون من الصلاة في هذا المكان عملا بما سبق من الأحاديث وغيرها من المنع الصلاة عند القبور. وهذا أظن هو الذي يسمى الآن مسجد الخليل، ويقولون أن فيه عدة قبور أيضا وليس
ما يزعم من قبر الخليل، بل فيه عدة قبور فلا يصلى في هذا المسجد. نعم. ثم ترك ذلك مسجدا بعد الفتوح المتأخرة. نعم. ثم ترك ذلك مسجدا بعد الفتوح المتأخرة. نعم، هذا هو مسجد الخليل الذي يسمونه. نعم. هي اللي تسمى الآن مدينة الخليل. نعم. وكان أهل الفضل من شيوخنا، يقول الشيخ رحمه الله، كان أهل الفضل من شيوخنا لا يصلون في مجموع تلك البنية وينهون أصحابهم عن الصلاة فيها. نعم، مجموع هذه البنية التي بنيت على هذا القبر أو على القبور التي معه، لأنهم بنوا على الأحاديث الصحيحة الناهية والمغلظة عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد. نعم. اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقاء لمعصيته كما تقدم. نعم، اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في منع الصلاة عند القبور، وتجنبا للفتنة والوسيلة الشركية التي تفضي إلى الشرك بالله عز وجل. نعم. قال: وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقا لا يجوز بلا خلاف أعلمه للنهي الوارد. نعم، هذا مر قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيقاد السروج عليها، وأخبر ولعن من المتخذين عليها المساجد والسرج، فلا تجوز إضاءة هذه المقابر أو القبور أو حتى القبر الواحد، لا تجوز الإضاءة عندها، لأن هذا يجلب الأنظار إليها ويعلق القلوب بها، لا سيما قلوب العوام وضعاف الإيمان، فإنهم إذا رأوا هذه الدعايات على القبور انصرفوا إليها. نعم. ولا يجوز الوفاء بما ينذر لها من دهن وغيره، بل موجبه موجب نذر المعصية. لا يجوز الوفاء بالنذر إذا نذر أن تسرج هذه القبور أو أن يبنى عليها بهذا النذر أو أوقف عليها وقفا، كل هذا لا يجوز الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر يعصي الله فلا يعصه. وهذه معصية عظيمة فلا تنفذ لا بالنذر ولا بالوقف على هذا الأمر المنكر. نعم. ومن ذلك الصلاة عندها وإن لم يبن هناك مسجد، فإن ذلك أيضا اتخاذها مسجدا. نعم، اتخاذ القبور مساجد يشمل معنيين كما سبق. نعم. يشمل البناء عليها، بناء المساجد عليها، ويشمل الصلاة عندها من غير بناء، لأن من صلى في مكانا فقد اتخذه مسجدا، كما قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بمعنى أنها صالحة للصلاة فيها. الصلاة عندها من اتخاذها مساجد وإن لم يبنى عليها مسجد. نعم. قال: كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. قال لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، بينت عائشة رضي الله عنها الحكمة في ذلك، فقالت لما ذكرت حديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت: ولذلك ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أي مصلى. ليس المراد أنه يبنى عليه مسجد، ولكن المراد أنه يصلى عنده إذا برز، وإلا لم يكن الصحابة ليبنوا على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مسجدا. فقولها أن يتخذ مسجدا أي يصلى عنده إذا برز قبره عليه الصلاة والسلام، فحفاظا عليه ومنعا لهذا الأمر دفن في بيته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ولم تقصد عائشة رضي الله عنها مجرد بناء مسجد، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون عند قبره، وكل موضع قصدت الصلاة فيه. إذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو أبرز لخشي أن يتخذ مسجدا، فكيف بقبر غيره؟ وأيضا الصحابة، هذا كان في عهد الصحابة وعهد الخلفاء الراشدين، وبعيد أنهم يبنون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
مسجدا، فدل على أن مراد قولها اتخذ مسجدا أي يصلى عنده مجرد صلاة ولو لم يبنى عليه أو يبنى عنده. وكان هذا في عصر الصحابة، يعني خشية الفتنة حتى في عصر الصحابة، الله أكبر، فكيف بمن يجيء بعدهم؟ نعم. قال: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجدا وإن لم يكن هناك بناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كل موضع يصلى فيه سواء قصد أو لم يقصد، كل موضع يصلى فيه فقد اتخذ مسجدا، لأن الأرض كلها مسجد للرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن المكان الذي يصلى فيه يسمى مسجدا سواء مؤقتا أو دائما. نعم. وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار وغيرهم بأسانيد جيدة، ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه. نعم. ومما يؤكد أن المكان الذي يصلى فيه يكون مسجدا سواء قصد ذلك أو لم يقصده، لكن اتخاذ المسجد يكون مشروعا ويكون ممنوعا. نعم. يكون مشروعا إذا لم يكن عند قبور أو في محل لا يليق بالمساجد، ويكون ممنوعا إذا اتخذ في مكان لا يليق بالمسجد. فقوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، يدل على ذلك، على أن كل الأرض صالحة للصلاة فيها. وهذا من تيسير الله على هذه الأمة ما اختصت به هذه الأمة، لأن الأمم السابقة لا تصح صلاتها إلا في كنائسها، فهذه الأمة وسع الله عليها ويسر لها وجعل الأرض كلها صالحة للصلاة فيها إلا المقبرة والحمام. المقبرة لأن الصلاة عندها وسيلة من وسائل الشرك، والحمام لأنه موضع كشف العورات والاطلاع على عورات الناس، والمراد بالحمام هنا محل الاستحمام بالماء الحار والتنظف، وليس المراد بالحمام الحش ومحل قضاء الحاجة، فإن ذاك من باب أولى أن تمنع الصلاة فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا الشيخ أشار إلى فائدة عظيمة، يقول إن هذا الحديث نعم ضعفه من لم يطلع على مجموع طرقه. وهذه قاعدة عظيمة، أن الإنسان إذا رأى من تكلم في بعض الأحاديث فإنه لا يأخذ بهذا الكلام يعني من أول وهلة، بل عليه أن يتتبع طرق الحديث، فإذا كانت كلها ضعيفة فإنه يكون ضعيفا، وإذا وجد له طريق صحيح فإنه يرتقي من الضعف إلى الحسن لغيره. وهذه فائدة عظيمة، لأن بعض المبتدئين في طلب الحديث أو طلب علم الحديث من حين ما يرون أول كلام على بعض الأحاديث الحكم عليه بالضعف فإنهم يتركونه ويقولون هذا حديث ضعيف وهذا، دون أنهم يتتبعون طرقه وموارده حتى يروا هل أجمع على تضعيفه أو لا، فإنه قد يرتقي إلى درجة الحسن. نعم. قال: ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه. نعم. فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في حديث حتى يستوفي طرقه كلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة النجاسة لما يختلط بالتراب من صديد الموتى، وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة، وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل أو لا يكون. نعم. هذا الرأي هذا غلط من كل وجه. الذين يقولون إنه سبق لنا أن النهي عن الصلاة عند القبور خشية الشرك بالله عز وجل، لأنه إذا عظمها
وصلى عندها، ولو كان في الأول لا يصلي إلا لله، فقد يؤول به الأمر إلى أن يتعلق بالقبر ويستغيث به ويستنجد به، كما هو الواقع الآن عند القبور. هذا هو المحذور الذي خشي منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الحكمة والعلة في منع البناء على القبور والصلاة عندها. لكن من المتفقهة من ذهب إلى أمر عجيب، وهو قوله لأن الرسول ما نهى عن ذلك إلا من أجل النجاسة، لأن القبور تختلط تربتها بصديد الموتى، ولا تجوز الصلاة في الأرض النجسة. وبناء على هذا الفهم الخاطئ فرقوا بين المقبرة الجديدة التي يكون فيها صديد بزعمهم، وبين المقبرة القديمة التي زال منها الصديد، وهذا فهم خاطئ ومتكلف ولا يؤدي الغرض المقصود من النهي عن الصلاة عند القبور. نعم. قال رحمه الله: ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليها سواء كانت مقبرة أو لم تكن. هذا كلامهم. نعم. لكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا. نعم. فإنه قد بيّن أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. نعم. فالنهي عنها إنما هو عن الصلاة عندها خشية الوقوع في الشرك، لا لأن الأرض نجسة، هذا ما قال به أحد من ذوي البصيرة. نعم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. وهذا أيضا يبطل هذا القول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فدل على أنه خشي أنه إذا حصل الغلو في قبره أو في المقابر أدى ذلك إلى عبادتها من دون الله. وليس المراد أن الأرض التي عند القبر تكون نجسة كما يقول هؤلاء. نعم. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. قالت عائشة كما سبق: ولولا ذلك، يعني خشية الغلو في قبره صلى الله عليه وسلم، لأبرز مع أصحابه وصار في البقيع، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يعني مصلى يصلى عنده، فلذلك دفن في بيته. فدل على أن العلة خشية الغلو وليس العلة النجاسة كما يقول هؤلاء. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهى عن ذلك. فالنهي إنما هو عن اتخاذها مساجد، لا وليس النهي لأنها نجسة كما يقول هؤلاء. نعم. فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة، وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانا، كما قال الشافعي رضي الله عنه، قال: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا، مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. نعم. فالعلة إذا تحررت، والعلة إذا كانت منصوصة فلا مجال للاجتهاد في تحديدها، وهي منصوصة هنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور لأن هذا من فعل اليهود، ونحن نهينا عن التشبه بهم، وأيضا نهي عن الغلو فيها لأن هذا مظن عبادتها، مظنة عبادتها. ولهذا قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال الإمام الشافعي رحمه الله إنه يكره الغلو في القبر الذي يكون فتنة في عبادته، فتنة لمن فعل ذلك، وفتنة لمن يأتي بعده من الناس، فيكون سن سنة سيئة للناس. فكل هذا يحدد العلة أنها خشية الشرك بالله عز وجل، وليست العلة في النهي عن الصلاة عند القبور هي نجاسة الأرض. نعم. وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأثرم في كتابه ناسخ الحديث ومنسوخه، وغيره من أصحاب أحمد وسائر العلماء ذكر هذا المعنى، الذي هو أن الصلاة عند القبور هو خشية الغلو فيها وليست خشية النجاسة، ذكره أبو بكر الأثرم من أصحاب الإمام أحمد، بل هو من مقدم أصحاب الإمام أحمد، ذكر هذا أن العلة هي خشية الغلو فيها. نعم.
وغيره من أصحاب أحمد وسائر العلماء. نعم. فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل الصالح لم يكن ينبش، والقبر الواحد لا نجاسة عليه. نعم، القبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الرجل الصالح وسائر القبور لا تنبش، ويظهر صديدها على الأرض فتكون الأرض نجسة. القبور في بطن الأرض، من أين تأتي النجاسة إلى ظهر الأرض وهم في بطن الأرض؟ هذا من ناحية. الناحية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أجسام الأنبياء لا تأكلها الأرض، وأنها تبقى على ما هي عليه. فليست العلة عن الصلاة وقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أن ذلك خشية النجاسة، لكن هؤلاء يقولون بغير علم، أو يقولون بما يؤيد مذهبهم، ولو كان هذا على حساب صرف النصوص عن ظاهرها كما هي عادة أهل الضلال. نعم. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على العلة بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالعلة هي الوثنية، العلة هي الوثنية، إنه إذا حصل الغلو في القبر تحول إلى وثن يعبد. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. نعم. وبقوله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوها مساجد. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذنا القبور مساجد منعا للتشبه بمن كان قبلنا. إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فهذا منع للتشبه وليس هو للنجاسة. نعم. قال: وأولئك إنما كانوا يتخذون قبورا لا نجاسة عندها. نعم. ولأنه قد روى مسلم في صحيحه عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. نعم، وهذا نص في المنع من الصلاة عند إلى القبور، يعني استقبال القبور. لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فنهى عن أمرين: الأمر الأول الغلو في القبور، وذلك بالصلاة إليها واستقبالها، لأن هذا وسيلة إلى الشرك والتعلق بالقبور. والثاني مما نهى عنه الجلوس عليها، وهذا فيه إهانة للقبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى عن أمرين: الغلو في القبور وذلك بالصلاة إليها، وإهانة القبور وذلك بالجلوس عليها. ودين الإسلام هو الوسط في القبور وغيرها، فلا تهان ولا يغلى فيها. نعم. أحسن الله إليكم. ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. لما ذكرت له بعض زوجاته التي هاجرن إلى الحبشة ما رأته في أرض الحبشة من الكنائس التي فيها التصاوير، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، يعني النصارى، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وهذا كما سبق أن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، فهم شرار الخلق والعياذ بالله. ذلك لأن هذا يفضي إلى الشرك بالله عز وجل. وليس المراد أن تربة المقبرة أو أرض المقبرة نجسة. نعم. قال: فجمع في الحديث بين التماثيل والقبور. نعم، في حديث كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، هذا نهي عن البناء. ثم قال: وصوروا فيه التصاوير، ذلك هذا نهي عن التماثيل، عن التماثيل المصورة على صورة ذي روح. وكانوا يصورون المسيح عليه السلام بزعمهم وهو مصلوب قبحهم الله، ويعبدون هذا الصليب. فالنهي عن الأمرين: عن البناء على القبور، وعن التماثيل، لأن فيهما فتنة. التماثيل فيها فتنة وهي وسيلة إلى الشرك، وكذلك البناء على القبور فتنة ووسيلة إلى الشرك، فهو نهى عن الوسيلتين. نعم.
وأيضا فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك. نعم، هذا على قراءة اللات بالتشديد، اسم فاعل من لت يلت، لأنه كان رجل صالح كان يلت السويق ويطعمه للحجاج، فلما مات غلوا في قبره اتخذوه مسجدا، فهذا فيه أن اللات هو قبر رجل صالح كانوا في الجاهلية يعبدونه ويغلون فيه، فنحن نهينا عن الغلو في قبور الصالحين خشية أن نصل إلى ما توصلت إليه الجاهلية مع اللات. نعم. وقد ذكروا أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح عليهما السلام، فروى محمد بن جرير بإسناده إلى الثوري عن موسى عن محمد بن قيس ويعوق ونسرا في الآية قال كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح عليهما السلام، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. قال قتادة وغيره كانت هذه الآلهة يعبدها قوم نوح ثم اتخذها العرب بعد ذلك. نعم، وهذا مما يدل على تحريم التماثيل، لأن اقتناءها وصنعتها وسيلة من وسائل الشرك بها، بدليل أن قوم نوح لما صوروا الصالحين وودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا لما صوروا صورهم ونصبوا تماثيلهم من أجل أن يقتدوا بهم في العبادة بزعمهم كما زين لهم الشيطان، فإنهم لما طال الوقت عبدوهم من دون الله عز وجل، فهذا دليل على تحريم التماثيل وصناعتها واقتنائها، لأن ذلك يفضي إلى الشرك. ولم يقتصر هذا الشر على قوم نوح الذين أهلكهم الله وأخذهم الطوفان وهم ظالمون، بل امتد إلى من بعدهم ممن توارثوا هذه التماثيل وعبدوها من دون الله، حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي فجلبها إلى أرض الحجاز فعبدت من دون الله، ووزعها على العرب فعبدوها من دون الله عز وجل، فهذه فتنة التماثيل وهي فتنة عظيمة، ولهذا يحرم التصوير وهو من أشد المحرمات لأنه وسيلة إلى الشرك، فمن أعظم العلل والأسباب التي حرم التصوير من أجلها أنه وسيلة إلى الشرك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع وجعله حجة لنا لا علينا. هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي ناصر الطحيني، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.